Ecco. السلام عليكم. طلاب الأونلاين الصوت واضح؟ ليش الصورة زي صح؟ هيك أحسن ولا نفس الشيء خلص؟ هلو؟ ليش عم يردوا هدول؟ طيب هلا شايفين الشاشة والصوت واضح مفروض؟ لا دقيقة أنا عملت ستوب شير. إحنا هاي حدا عنده أي سؤال قبل ما نبدأ؟ أي سؤال؟ طيب يعطيكم العافية. هلأ بحب أرجع أأكد إنه يوم الأحد بوقت محاضرتنا حيكون عندنا كويز للجميع، يعني لجميع الطلاب سكشن الأحد والثلاثاء بتكون موجودين يوم الأحد بناخذ كويز. بحدد لكم الماتيريال اليوم. تمام؟ طيب هلأ نكمل الموضوع اللي بدينا فيه اللي هو عم نحكي عن الـ temperature measurement devices. طبعا المحاضرة الماضية حكينا عن الثيرموكابل. المحاضرة الماضية بلشنا بالثيرموكابل اللي هو واحد من الدايركت او الكونتاكت ميجرينج ديفايسز. طبعا حكينا احنا temperature measurement devices بتصنفوا لتو كاتيجوريز. ممكن نحكي عن النوع الاول اللي هو الكونتاكت تايب سنسور او كونتاكت تايب ميجرينج ديفايسز. بيكون في دايركت كونتاكت بين الديفايس اللي بتستخدمها بالقياس والانفايرومنت اللي بدك تقيس درجه حرارتها. والثلاثه ديفايسز اللي حكينا عنهم يصنفوا على انهم من الكونتاكت تايبس من كونتاكت تايب ديفايسز اللي هم الار تي دي والثيرمستر والثيرموكابل. هلا نبلش باول واحد من الديفايسز الثيرموكابل. طبعا الثيرموكابل زي ما حكينا بيستخدم او مصنع من تو ديفرنت تايبس اوف ميتال. يعني المينيموم انه يكون في تو تايبس اوف ميتال، بزبطش اني اصنع ثيرموكابل من ماده واحده، لازم على الاقل تو ديفرنت تايبس اوف ميتال. بيكون عندي على الاقل تو جانكشن. الجانكشن اللي بيقيس درجه حراره الانفايرومنت بنسميه الهوت جانكشن او الميجرنج جانكشن، والجانكشن الثاني بيكون هو الريفرنس او بنسميه اصطلاحا الكولد جانكشن. هلا الفكره انه لما ترتفع درجه حراره الهوت جانكشن الديفرنس بالفولتج بين الهوت جانكشن والكولد جانكشن بتزيد، فبالتالي الديفايس بتعطيني ريليشن شيب بين فولتج وتمبريشر. حكينا عن اللو اوف انترميديت ميتال وهلا اللو اوف هوموجينيوس سيركت انه اهلا وعليكم السلام. يعني على الاقل بدي انه تو تايبس اوف ميتال ار ريكويرد تو ديزاين او تو خلينا نحكي تو فورم الثيرموكابل سيركت. اللو اوف انترميديت ميتال حكيناه، بعدين نحكي عن الثيرموكابل ماتيريال. حكينا طبعا في عندنا تايبس، طبعا التايبس للثيرموكابل كل واحد فيهم مصنع من مواد مختلفة وكل واحد فيهم مناسب لدرجة حرارة أو لرينج أوف تمبريتشر
مختلف. طيب هلا ال choice of thermo، طبعا احنا ضل علينا بس اقارن، ضل علينا بس نقارن بين الثلاثة devices ونحكي على advantages وديس advantages لكل واحد فيهم، وشو الاشياء تخليني اختار نوع الماتيريال او شو المواصفات الموجودة بالماتيريال لكل واحد من ال devices. فهي الجزئية انا تركتها للاخير. طيب هلا ال choice of the thermocouple material is influenced by several factors. Different combination of thermocouple material should possess the following characteristic in order to be used for temperature measurements. يعني هلا شو المواصفات اللي انا بدي اياها بالماتيريال او الميتال اللي بصنع منها الثيرموكابل، شو المواصفات اللي بدي اياها او الكاركترستيك اللي بدي اياها بالميتال اللي بدي اصنع منها الثيرموكابل. اول اشي الماتيريال used for the thermocouple او خلينا نحكي الكاركترستيك، اوكي it should be capable of producing a reasonable linear temperature electromotive force relationship. يعني بدي نوع الماتيريال يكون بيعطي تقريبا linear relationship بين temperature والvoltage، وبدي تكون الماتيريال sensitive أو able to generate sufficient thermoelectromotive force per degree temperature change to facilitate detection and measurement. Capable of withstanding the resistant high temperature, rapid temperature variation and the effect of corrosive environment. Good sensitivity to record even small temperature variation. A very good reproducibility, which enable easy replacement of the thermocouple by similar one without any need for recalibration. A good calibration stability, وبرضه تكون الماتيريال economically إنها يعني يكون سعرها أو كلفتها معقولة. هلا ال advantages أو disadvantages اللي موجودة بالثيرموكابل ماتيريال، خلينا نحكي عن أول إشي نبدأ بالadvantages. The following are some distinct advantages that merit the use of the thermocouples. طبعاً بحالة الثيرموكابل temperature can be measured over a wide range. عم بقارن هون يعني لما نحكي عن الadvantages والdisadvantages رح نيجي نقارن الثلاثة devices اللي هم الRTD والثيرمستر والثيرموكابل مع بعض. إذا بترجع للتابل لما نحكي range of temperature wide، يعني هاي مثلاً ال T-type thermocouple بيقيس من minus 200 Celsius لغاية 350. في عندي مثلاً ال S أو ال R بيقيسوا لغاية من 0 Celsius لغاية 1500 Celsius. مثلاً ال K برضو إلو wider يعني range مقارنة مع ال T أو ال J بيقيس من minus 200 Celsius ل 1300. فهدول يعني من الأدفانتجز. خلينا نحكي الميتال اللي مصنع منها الثيرموكابل بيكون مناسب لقياس وايد رينج. إذا التمبريتشر كان بي ميجرد اوفر ا وايد رينج. وميزه ثانيه، الثيرموكابلز ار سيلف باورد اند دو نوت ريكواير ان اكزيلياري باور سورس. طبعا احنا حكينا انه بما انه الثيرموكابل مصنع من تو ديفرنت تايبس اوف ميتال مربوط بسيركت، في عندي كولد جانكشن في عندي هوت جانكشن. مجرد يحصل هيتنج للهوت جانكشن بيحصل ديفرنس بالفولتج بين الهوت جانكشن والكولد جانكشن، فهي يعني هاي السورس اوف باور اللي بينتج عنه الكرنت او الالكتروموتيف فورس. طبعا من الادفانتجز بالميتال الثيرموكابل او الماتيريال، a quick and good response can be obtained. The reading obtained are consistent and hence are consistently repeatable. Thermocouples are rugged and can be employed in harsh and corrosive condition. والميتال للثيرموكابل is inexpensive. هلا بس ملاحظة، هلا ال S وال T تشوفوا ال devices أو ال الميجرمنت ديفايسز اللي بيدخل فيها بلاتينيوم غالبا بتكون اكسبنسيف. يعني هلا بشكل عام الثيرموكابل ان اكسبنسيف، لكن لما اجي احكي عن ديفايس فيها بلاتينيوم مثلا زي الاس والتي بيكون كلفتهم اكيد اعلى من الاس والار، اكيد كلفتهم اعلى من التي والجي والاي والكي. يعني ديبينز على التايب اوف ماتيريال،
المصنع منهم زي البوكابل، تمام؟ بس بشكل عام الثيرموكابل ار ان اكسبنسيف برضه، they can be installed easily. هلا من ال disadvantages بالثيرموكابل، they have low sensitivity. طبعا هاي مقارنه مع ال RTD والثيرمستر. طب اذا بتتذكروا من المحاضرات الماضيه، ال RTD والثيرمستر مين فيهم more sensitive؟ أنا حكيت لكم الثيرمستر more sensitive than the RTD، صح؟ حكيت لكم السنسيتيفيتي له ممكن تغير بدرجة الحرارة بمقدار 1 سلسيوس على الثيرمستر يغير لي الريزيستنس بمقدار 200. وفرجيتكم الرسمات بحالة ال RTD والثيرمستر، قلت لكم تغير بسيط بدرجة الحرارة هو نفسه على ال RTD ونفسه على الثيرمستر. بحالة ال RTD كان تغير بالريزيستنس بسيط، بحالة الثيرمستر كان تغير بالريزيستنس أعلى. متذكرين؟ فرجيتكم الرسمات صح؟ فرجيتكم ثلاثة different charts لكل ديفايس لوحدها، وفرجيتكم في بالتكست بوك قلت لكم رسمة بتدمجهم الثلاث. طيب يعني فرجيتكم realistic relationship بين ال R وال T للثيرمستر ولل RTD. طيب ما بعرف إذا مش متذكرين. طيب هلا من ال disadvantages، أنا بس عشان أذكركم إنه مش من ال disadvantages لل thermocouple إنه sensitivity إله low. They have low sensitivity when compared to other measuring devices زي ال RTD أو الثيرمستر. إذا خلينا نرتبهم الثلاثة، الثيرمستر أكثر واحد sensitivity يعني هو المور sensitive، رقم اثنين ال RTD، رقم ثلاث الثيرموكابل هو الأسوأ والثيرمستر هو اللي مور sensitive، تمام؟ النقطة الثانية calibration is required because the presence of some non-linearity. هلا بحالة ال RTD مثلا الـ relationship بين الـ resistance والـ temperature كانت linear، صح؟ كان عندي linear relationship بين الـ resistance والـ temperature. هذه حالة الـ thermocouple، شو الشيء هذا حكيته المحاضرة الماضية، شو الشيء اللي خلانا نروح نعمل tables للـ thermocouple؟ لو كانت الـ relationship بين الـ temperature والـ voltage linear، خلص بيكون عندي mathematical model V تساوي function بT مثلاً، فما بنكون بحاجة لـ tables. شو الشيء اللي خلانا نعمل الـ tables وعند كل single value للtemperature يكون في عندي value للvoltage؟ إنه ما في linear relationship بينهم، لكن إحنا على small ranges من temperature استخدمنا، على small ranges عملنا interpolation، بس فعلياً إحنا بنعرف إنه relationship بين temperature والvoltage إيش مالها؟ non-linear. إذن الـ calibration is required because of the presence of some non-linearity. Temperature measurement can be inaccurate due to changes in the reference junction temperature. Hence, thermocouples cannot be employed for a precise measurement. طبعاً, for enhancing the life of the thermocouple, they should be protected against contamination and have to be chemically inert. هلا في ديفايس اللي هي الثيرموبايل، ببساطه يعني انا شوفه بدي احكم ال ار تي دي والثيرمستر برجع للثيرموبايل. او خلص الثيرموبايل بدك تتخيل انها مجموعه من الثيرموكابلز مجمعين مع بعض، تمام؟ برجع للثيرموبايل. هلا نيجي نحكي عن يعني انا اذا مرتبين الماده زي ما انشرحت، اول شيء حكيت عن ال ار تي دي ريليشن شيب بين تمبريتشر وريزيستنس، وحكينا linear relationship، فرجيتكم رسمة. بعدين حكيت عن thermistor، بعدين رحنا حكينا عن thermocouple وتعلمنا كيف نستخدم الجداول وهاي القصة. هلأ بدي أجي أقارن الثلاثة devices مع بعض، كل واحد فيهم فيه له advantages فيه له disadvantages، تمام؟ هلأ أول إشي ال RTD في عنا materials مختلفة احنا ممكن نستخدمها لتصنيع ال RTD. أمثلة ممكن استخدم البلاتينيوم لتصنيع ال RTD، ويعتبر واحد من الأنواع الشائعة من الميتال اللي تستخدم بصناعة ال RTD. Popularity of platinum is due to the following factors، يعني المواصفات اللي موجودة بالبلاتينيوم اللي بتخليه واحد من الميتالز المفضلة لتصنيع الـ RTD هي التالي. أول إشي chemical inertness،
والنقطة الثانية الـ relationship بين الـ temperature والـ resistance almost linear relationship between temperature and resistance. النقطة الثالثة إنه الـ platinum has a large temperature coefficient of resistance resulting in readily measurable values of resistance change due to variation in temperature. برضو البلاتينيوم has greater stability because the temperature resistance remains constant over a long period of time. هلا selection of the suitable material for RTD element depends on the يعني هاي المواصفات الأولى للبلاتينيوم كانت. هلا بشكل عام selection of suitable material أو metal for the RTD element depends on the following criteria. لازم تكون الدكتيليتي للماتيريال المناسبة، يعني انه الماتيريال should be ductile so that it can be formed into small wires. اذا متذكرين لما حكينا عن different types او shapes من ال RTD حكيت لكم في اشي بيجي wire wound RTD، في اشي بيجي film RTD. هذا بتطلب انه انا الماتيريال اللي مستخدميتها بتصنيع ال RTD تكون الدكتيليتي إلها عالية، فبالتالي نقدر نعمل لها فورمينج بالشكل اللي بدنا إياه، يعني زي هيك. شايفين؟ هذا الكويل أو الريزيستنس ألمنت اللي هو الكويل لازم تكون من مادة الدكتيليتي إلها تسمح إنه تشكلها بهذا الشكل. برضو المواصفة الثانية بالمادة لازم تكون it should have a linear temperature versus resistance. Relationship بين ال temperature وال resistance لازم تكون linear. It must resist corrosion. It should be inexpensive. It should possess greater stability and sensitivity. It must have good reproducibility. طبعا حكينا عن ثلاثة configuration بال RTD اللي هم شفناهم بالأشكال التالية. الأول هو الـ Wire Wound RTD والثاني الـ الفيلم، صح؟ الـ Thin Film RTD. طيب هلا نحكي عن الـ Advantages والـ Disadvantages بالـ RTD مقارنة مع other types of temperature resistant temperature sensors اللي هم مثلا الـ Thermocouple أو الـ Thermistor. الميزة الموجودة بالـ RTD إن طبعا نفس يعني في جزء من الادفانتجز اللي موجوده بالار تي دي هي من الكاركترستيك للماتيريال اللي احنا اخترنا من نصنع منها الار تي دي. تمام، يعني الادفانتجز اول شيء the resistance versus temperature linearity characteristic of RTD are higher than other devices. يعني الار تي دي من الادفانتجز اللي فيه انه الريليشن شيب بين الريزستنس والتمبريتشر لينير. they possess greater accuracy as high as 0.1 سيلسيوس. هون كمثال يعني من المواصفات اللي موجوده او الادفانتجز اللي موجوده بالار تي دي انه الاكيرسي له فيري هاي او من الاكيوريت ديفايسز. هلا كمثال ستاندرد بلاتينيوم ريزستنس اللي هو الـ RTD اللي مصنع من البلاتينيوم have ultra high accuracy of around plus minus 0.001 سيلسيوس. برضو الـ RTD have excellent stability over time. resistance element can be used for the measurement of differential temperature. The temperature sensitive resistance element can be replaced easily. RTD show high flexibility with respect to the choice of measuring equipment, interchangeability of elements, and assembly of component. Multiple resistance elements can be used in the instrument. It has a wide working range without any loss of accuracy. And يعني بنفس الوقت can be employed for small ranges.
يعني هاي أهم المواصفات الموجودة بالآر تي دي. هلأ من الـ disadvantages اللي موجودة بالآر تي دي اللي بتخلينا نفضل other devices عليها الـ use of platinum. طبعاً إحنا حكيت لكم أنا ببداية المحاضرة إنه أي device تدخل فيها platinum إيش تكون الكوست إلها عالية بالضبط. هلأ لاحظوا لما حكيت عن الآر تي دي قلت من المزايا الموجودة بالآر تي دي إنه في linear relationship وإنه هو sensitive بيقيس لغاية مثلاً 0.1 سلسيوس. رجعنا حكينا الRTD اللي مصنع من البلاتينيوم السنسيتيفيتي له لسه او الاكيوريسي له لسه احسن اللي هو بيقيس لغايه 0.0001 سلسيوس، لكن هذا بيترتب عليه انه الكوست للديفايس اللي بيدخل فيها البلاتينيوم حتكون اعلى. اذا اليوز اوف بلاتينيوم ان RTD makes them more expensive than other temperature sensors. يعني هلا احنا شفنا مثلا الثيرموكابل في عندنا different types من الثيرموكابل. أو disadvantages بالديفايس لننتبه إنه مثلاً الثيرموكابل اللي بيدخل فيهم بلاتينيوم حيكون الكوست إلهم أعلى، لكن بنفس الوقت الادفانتجز أو الميزة اللي أعطوني إياها الار والتي سميناهم كان إلهم اسمهم ار والتي صح؟ شو الميزة اللي كانت موجودة فيهم اللي كان بآخر التابل؟ إنه بيقيسوا لي بوايدر رينج. يعني لاحظوا الأمور ما في آسف الار والاس. هلا الار والاس ثيرموكابل اللي بيدخل فيهم البلاتينيوم حتكون الكوست لهم مرتفعه، لكن هذا بيترتب عليه ادفانتج انهم الرينج لهم وايدر مقارنه مع اذر ثيرموكابلز. يعني هون لسه عم بحكي عن نفس الثيرموكابلز بقارنهم ببعض، الاس والار حيكون الكوست. لما اجي احكي عن الار تي دي من الديس ادفانتجز اللي موجوده بالار تي دي اللي مصنوع من
الطلاب اللي بالاونلاين، ما انا متاكده يعني بدايه المحاضره ما كنت ميوت الا اذا حدا فيهم اخترق المحاضره او بالخطا اكون كبس، يعني ليش دائما افترض انه في انه هيك. الطلاب اللي بالاونلاين هل تسمعونني؟ هلو يا اخوان، عادي هاي يعني مره سامعينك دكتور. يبدو انه كان الصوت ميوتد، مي يعني من متى هذا الحكي؟ لا دكتور كان في صوت. ما سمعت. ايه؟ صوتي انتم كنتوا سامعيني؟ لحظه اسال السؤال بطريقه انا كنت بوزيتيف. سامع صوتي واضح؟ صوتك واضح. في اي مشاكل بالصوت؟ لا طيب يعطيكم العافيه. في حدا عنده أي مشكلة بالطلاب اللي بالأونلاين؟ في حدا فقد جزء من المحاضرة أو ما سمع أو بحب أعيده؟ كلها طيب. الطلاب اللي بالاونلاين في اي مشاكل؟ بتحبوا اعيد اي جزئيه؟ طيب ناخذ كويز صغير، هذا بس عشان كنت ميوت ما حد. ناخذ كويز صغير نقارن بين الثلاثه ديفايسز الار تي دي والثيرمستر والثيرموكابل، احكي لي كل ادفانتجز الادفانتجز والديس ادفانتجز بكل واحد. الطلاب اللي بالاونلاين بحط، طيب معكم من هون لنهاية المحاضرة كويز، قارن لي بين الثلاثة ديفايسز الـ RTD والثيرمستر والثيرموكابل، احكي لي advantages disadvantages بكل واحد فيهم، اوكي؟ الطلاب اللي بالاونلاين معكم assignment تسليمه من هون لنهايه المحاضره، بس بدي تقارنوا لي بين الثلاثه ديفايسز الار تي دي والثيرمستر والثيرموكابل، احكوا لي كل واحد شو الادفانتجز وشو الديس ادفانتجز. ليش تبعتوها؟ خلينا نرجع لموضوعنا احنا. رح اجيب لكم هلا ماده الكويز، ضل في اي اسئله بتحبوا او اي شيء اجاوب عليه؟ في أي أسئلة؟ طيب ناخذ أسماء الحضور. ما هو كيف بده يكون الكويز شغال وأشرح مادة صح؟ طيب هلا ضل نقطتين، أحدد لكم الماتيريال اللي مطلوبة للكويز وأنزل لكم إعلان فيها، بس أرجع أأكد إنه الأحد كويز لجميع الشعبين، شعبة أحد ثلاثة كتور موجودين 11 ونص. تمام بس أشوف القاعة بتتسع 1 2 3. تتذكر ما دخلنا بالفاسيلتي بتروح على 11 بتخلص قبل 11 ونص بتيجي هون، يعني مش ستيودنت كوز الفاسيلتي. شوف بدناش نكون نعطي شيء غير موضوع حضرتنا، كوز الفاسيلتي بالكليه هون بمختبر الحاسوب اللي هون. هلا ما في تعارض بتيجي هون على 11 ونص فاسيلتي جلسات، اذا كان عندك تعارض بالجلسه بتجيني على الجلسه الاولى، اللي عنده تعارض فاسيلتي مع الجلسة الأولى على الفاسيلتي على 11 تمام؟ تمام؟ وأكيد الجلسة أقل من نص ساعة حتكون. طيب هذا السؤال بنسأل هذيك المحاضرة، أوكي؟ لأني صدقا بقدرش أجاوبك عليها هلا.
دكتورة بس ممكن تعدي لنا إيش هو الكويز؟ بميل وبميل ثيرمو كابل وإيش؟ ما سمعنا الباقي. عدته ثلاث مرات. مين بسأل؟ أنا بس لا أطول اسم ثيرمو كابل وإيش؟ RTD ثيرمستر ثيرمو كابل. أوكي هنا. Thank you.